لكن الحمد لله. ثالثا قال فيه أن الأحكام القضائية ليس فيها إلا الظاهر. سوف يأتي معنا موضوع القضاء، لكن هذه إشارات فقط. حكم القاضي يحكم بناء على الظاهر، والله يتولى السرائر. لذا أهل العلم يقولون حكم ماذا يقولون أهل العلم بعبارة أخرى؟ أن الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يعبرون بقاعدة فقهية. ماذا يقولون؟ يقولون كلامك صحيح، حكم القاضي ملزم، بس مش عن اللي احنا بدنا اياه. يقولون حكم القاضي ينفذ في الظاهر ولا ينفذ في الباطن. يعني لا تقول انا لا القاضي حكم لي، هذا حكم لك ايه في الظاهر، لكن عند الله لا ينفعك، لانك تعلم انك كذاب او نصاب. فلا تقول انا لا حطيت في رقبة القاضي، لا، حكم القاضي ينفذ ايه في الظاهر ولا ينفذ في الباطن. ولذا في الحديث الاخر، يعني لا نستطيع ان نتكلم الان عن القضاء، الكلام في القضاء كلام طويل. كتب ابن ابي الدم كتابا في مجلدين اسمه ادب القضاء، وكيع طبع كتابه في مجلد اسمه ادب القضاء، كتب كثيرة طبعت في القضاء، 4 مجلدات، مجلدين، مجلد، كلام طويل في القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له من حق أخيه، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار. طيب أكثر من طيب. رابعا قال